جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يصلي ويصوم ولكن في رمضان فقط شيخ صالح، ثم إذا جاء العام إذا جاءت أشهر العام الأخرى ربما صلى فرضا وترك فروضا، لعل لكم توجيه أيضا شيخ صالح. هذا كما في الجواب الذي مضى أن الصلاة في رمضان فقط لا تجدي ولا تنفع، وإنما لا بد من المداومة عليها في كل الشهور وفي كل الأيام وفي كل العمر، قوله صلى لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكذلك يقول جل وعلا في الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال سبحانه وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. لا بد من المداومة على الصلاة، لا بد من المحافظة عليها في كل العمر وفي كل الأيام وفي كل الشهور إلى الوفاة. فالصلاة كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، وموقوتا يعني محددة بأوقات تؤدى فيها، لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها إلا لعذر شرعي يبيح الجمع بين الصلاتين. الصلاة أمرها عظيم ومقامها في الدين كبير، وهي كما قال الله جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. نعم.